برحب بيكي أهلا طبعا بيكي كمان. وبرحب بكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. وحلقه نهايه الاسبوع كلنا مترقبين، بعد بكره ان شاء الله الكل مترقب مباراه مهمه جدا جدا في مشوار النادي الاهلي الافريقي امام فيتا كلوب. على مستوى الطموحات اكيد النادي الاهلي طموحاته قويه جدا، طموحاته كبيره جدا، الاسم الكبير صاحب او بطل النسخه الماضيه بتطلع بشكل كبير جدا لتصدر المجموعه، بيواجه فريق في نفس النقاط، عدد النقاط 3 نقاط، فيتا كلوب يمكن بيفوز على المريخ السوداني في الجوله اللي فاتت، طموحه زادت واماله زادت في يعني الوصول لدور الثمانيه، ولكن اكيد هيصطدم بمنافس عنيد جدا جدا، كل طموحاته واكيد كل طموحاتنا احنا كجماهير النادي الاهلي ان احنا باذن الله نفوز بهذه المباراه، مباراه مش سهله على مستوى الضغوط، يعني لو بنتكلم طبيعيا النادي الاهلي قادر بشكل كبير جدا، الاسم الكبير والخبرات على مستوى اللعيبه على مستوى الجهاز الفني قادرين ان شاء الله ان احنا نفوز بهذه المباراه، على مستوى الضغوط النادي الاهلي مطالب بشكل كبير جدا، يعني مباراه لا تقبل القسم على 2، الفوز هو السبيل الوحيد ان شاء الله للنادي الاهلي لمواصله الانتصارات ومواصله كمان تصدر المجموعه، لان حضراتكم عارفين كمان هيروح يلعب فيتا كلوب هناك يمكن بعديها باسبوع، ف المباراة بروحين، الروح الأولانية أو الخطوة الأولانية هنا في القاهرة إن شاء الله تحسم بشكل قوي جدا، وإن شاء الله نكمل بإذن الله الأسبوع اللي بعديه في الكونغو، لأن زي ما بقول لحضراتكم دي مباراة عنق زجاجة، إن شاء الله النادي الأهلي قادر بإذن الله سهام إن هو يحقق الفوز في الخطوة الأولى أمام فيتا كلوب يوم السبت بإذن الله إن شاء الله.